السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة كويسة اللي جوه ريف اسمها كرييت الكتريكال واير فروم لاين، يعني بيبقى حاجة مرسومة عندك في الأوتوكاد الواير، بدل ما ترسمها تاني لأ ممكن تقول له حولها لي الواير أوتوماتيك زي ما نشوف مع بعض في الفيديو دوت. أنت بتدخل لوحة الأوتوكاد، المهم يكون الواير كله على نفس اللاير، بتعمل سيليكت وتقول له اعمل تفجير، وكل الخطوط ديت كلها لاين على لاير اسمها اي واير، هتقول له لاين تو واير اوكي، تحول كله لواير، اول ما تعمل سيليكت اي واحد فيهم ده الواير تايب.